كان في موضوع كده خاص ب الاسكان، وكانت في احدى السيدات كانت اسمها الـ 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 السيده كريمه، وانا بتكلم على المساله دي. هي معاكم فيديو مش كده يا شباب؟ معاكم فيديو. اهلا. طيب جهزوا لي الفيديو بتاعها بس عشان اخده معايا لو هو موجود. هذه السيدة هي كان الاول كان شكوى بالنسبة لنا، دلوقتي ما بقتش شكوى، لانه انا مبسوط جدا من حالة العلاقة الوطيدة ما بين المواطن وما بين حد من الوزراء، او ما بين المواطن وما بين حد من المسؤولين. هذه السيدة اللي هي السيدة كريمة كلمت سيد وزير الاسكان، اول مره ما ردش عليها السيد عاصم الجزار له منا كل التقدير والاحترام، وبعد ما انهت يعني طلبته على التليفون ما ردش، هي جابت تليفون السيد الوزير ما ردش، هو طلبها بعد كده وقال لها خير يا ستي؟ قالت له انا عندي مظلمه، قال لها 1 2 3. فالمهم تقدمت بالمظلمه بتاعتها، وكان لها شقه في مدينه الشروق، والشقه راحت سكه تانية، السيد الوزير تدخل وقال لها لا لا لازم تجي لي يوم كذا، راحت له يوم الكذا اللي حددوه، وراحت قابلت الناس وهو لاخره، واتخذت الاجراءات. الاجمل بقى انه الست استلمت شقتها، وده اللي انا بقول لحضراتكم عليه، وهي عامله فيديو صغير كده، وده اللي احنا يعني مبسوطين منه، انه لما بتلاقي حاجه حلوه برضو صدرها، يعني لما تلاقي حاجه حلوه قول عليها، لما تلاقي حاجه حلوه يعني ايه اعرضها للناس. في صوت يا شباب مش كده؟ ممكن نسمع الصوت؟ طيب عزيز سيدة، السيدة كريمة، دول الناس عندها في اللي بيركبوا الغاز وأول آخره، هي استلمت شقة خلاص بالصورة اللي حضراتكم شايفينها. هي قالت إنه بتشكر السيد الوزير على اهتمامه بهذا الأمر، وأعتقد إنه السيد عاصم الجزار طالما تعامل مع هذه الحالة، أنا مش هقول استثناء، لأنه دي منهج حلو ومنهج طيب، انه الوزير بيرد على مواطن حلو، وحاول بقدر الامكان. في صوت يا شباب؟ طب هتقولي كده لو كان اول ما يشتغل قولوا لي. فالحقيقه هي بدرت وبعتت، عملت فيديو كده لوحديها وهي سيده يعني لها كل التقدير والاحترام. طب يلا يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا باشمهندس، ربنا يبارك لك. مهندس الجهاز و مهندسين الغاز والناس اللي جم ركبوا لي الغاز، كتر ألف خيرهم، شكرا ما تأخروش عليا. أكتر يعني حاجة عملوها إن هم أنجزوا فعلا، وربنا يبارك لهم يا رب. بشكرك جدا 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 بشكل خاص يا دكتور عاصم، ربنا يبارك لك ويسعدك، اللهم أمين، ويحسن ما بين إيديك. حقيقي نفسي أشوف حضرتك عشان أشكرك بنفسي. شكرا جدا جدا. أنا اسم مدام كريمة، ساكنة في مدينة بدر، دي شقتي، ده المطبخ، عشان الناس ما تفتكرش الفيديو ده مزيف ولا حاجة، حتى أنا لسه يعتبر ما وضبتش كل حاجة، أنا دوبك لسه بفرش على مهلي واحدة واحدة. ودي شقتي الحمد لله، أنا مش بقول عليها شقتي، بقول عليها الجنة، الجنة اللي أنا فعلا امتلكتها، ويا رب يا رب يكرم كل حد ويستلم زيي. حلوة جدا جدا وعجباني. شكرا جدا جدا على كل حاجة يا دكتور عاصم، ربنا يبارك لك. شكرا للمهندس عمار، وشكرا لبتوع الغاز المهندسين الغاز، شكرا للعمال اللي نصبوا السقالات وساعدوني وكانوا متعاونين جدا، وشكرا انهم خلصوا كل حاجة بدري بدري. شكرا جدا على كل حاجة، ربنا يكرمكم يا رب. يعني مواطن كان ليه مظلمة اتحلت، الناس بدأت تتعامل مع الموضوع بالشكل الطبيعي جدا، اللي هو انت في امكانية ان الشقة بتاعتك تشتغل. يعني حتى ما كلمناها بعد ما بعتت الفيديوهات، هو المنطقة كلها سكنت؟ لا مش كل المنطقة. طب في اي مشكلة بالنسبة لحضرتك؟ لا 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 خلاص الحمد لله استلمت، وزي ما قالت الجنة.
الاطمئنان ان المواطن بي 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 بيتعامل مع الحقوق والواجبات، وان المسؤول بيتعامل مع مثل هذه الحقوق والواجبات بسلاسه كده، ده الحقيقه بيفرح الواحد قوي. انا احاول بقدر الامكان انه ابرز لحضراتكم الجانب اللي يخلينا دايما نتغلب على مشاكلنا، اللي يخلينا دايما ما نفقدش الامل في انه اللي جاي افضل، اللي جاي احسن، انه احنا ما نحطش دماغنا وما نحطش بار زي ما قال سياده الرئيس كده، انه هنلتفت بقى للمشككين، وانه واحد يجي يقول لك الحته دي ما كانتش مظبوطه. يعني نتخيل انه هذه السيده مظلومه بتاعتها لسه قائمه، وراحت عامله فيديو وقالت لك انا مظلومه وانا الدنيا وانا البتاع، او مش هذه السيده كريمه، ممكن اي حد تاني، وانا عملت هتبص تلاقي الفيديو ده مال الدنيا، اللي هي المظلومه بتاعتها مالت الدنيا. شوفوا عملوا ايه في الست، شوفوا عملوا ايه في المواطنه، شوفوا خدوا الشقه بتاعتها، شوفوا عملوا ايه. سواء هتلاقي الدنيا او التعامل الاعلامي الغير يعني يتعامل مع المساله بالمنطق ده. لما تيجي السيده تاخد حقها او بمعنى اصح تتجاوب معايا الدوله وتتحل مشكلتها الحمد لله، وتبقى بهذه الصوره الى ان تصل الى الجنه زي ما بتقول، الى شقتها يعني، وتبقى في الجنه. فهل هذا الفيديو اللي هي بعتاده مثلا، هل هذا الفيديو سينال اعجاب الكثيرين؟ لا، لانه احنا دايما بنمشي ورا السلبيات، ما بنمشيش ورا الايجابيات. يعني دي ايجابيه ومش ايجابيه كده وخلاص، لا، ده برضو مش تعظيم ولا تفخيم، بس هي اتصلت بوزير، الوزير تعامل معاها، وصل ان الشقه، وصل ان الشكوى تتحل قدام حضراتكم بالجمال ده والحلاوه ده والشياكه دي. والسيده نفسها كل اللي هي قالته ده احنا بنسنده وبندعمه وبنقويه. استاذ عاصم او الدكتور عاصم الجزار او المهندس عاصم الجزار، انا بشكر حضرتك وبشكر كل الناس المعنيين في مدينه الشروق، بشكركم فعلا شكر جزيل على ان كنتوا في مدينه بدر. كل الناس اللي في مدينه بدر او كل رئيس جهاز مدينه بدر والمسؤولين بتوع الغاز زي ما هي تفضلت سيده كريمه، وكل اللي راح، حتى الشباب الحلوين اللي هم بيقيدوا لها الشعله بتاعه الغاز ومبسوطين وهي مبسوطه، بصراحه حاجه تفرح، حاجه تفرح. فيا ريت ان الحاجات اللي زي دي تاخد مدى اوسع من الاهتمام، بلاش نركز على السلبيات بس.